انا كنت بلعب مهاجم، اه انا كنت مهاجم الهدف المباراه دي. اللي انت جبته كان قصدك حاجه يعني في 3 و2 وبتاع لا ولا؟ التلاته دي كانت في اخر مباراه، لان انا يعني انا الشعب التونسي انا عايز اقول له ان انا عملت كده يعني مش عشان مثلا حاجه اللي انا ضايق حد، لا انا اتشتمت واتضربت واتهنت، فالحركه دي طلعت يعني لا اراديه تلقائية. اه تلقائيا بسبب اللي حصل، يعني اللي هو ايه اللي حصل؟ انا اتهنتت كتير، اتشتمت اه واتضربت من اللعيبه. من اللعيبة يعني. كان في ناس بتضربني من غير كوره وشتيمه طبعا بوالدتي واهلي. دي يا جماعه في ماتش مباراه، الترجي، دي ترجي مباراه وعين. كره قدم. يعني انا طبيعي ان انا مش هشتمك مثلا بوالدتك ولا مثلا هضربك من غير كوره. فانا ديت يعني طبعا حبا في النادي الاهلي، وفي نفس الوقت انا انتوا عارفين ان انا مصري فانتوا بتشتموني ليه؟ خلاص يعني انا مثلا كنت بلعب في لا انت العين، انا اه بلعب في العين مثلا دلوقتي، مش كنتش بلعب في الاهلي، فانا مثلا ما كسبناش فانا هعمل ثلاثه ليك مثلا. طب خلاص، ما انت تضايقني خلاص انا هعمل لك ثلاثه، هضايقك. هضايقك وانت هتضايق اكتر كمان، انا بالنسبه لي عادي. بس فدي كانت من الاسباب، حتى في فيديو وفي صور مع الكوتش جري عليا اسبرنت، عشان ساعتها حصل مشكله في الاخر، يعني ساب الفرحه وساب كل حاجه جري عليا انا اسبرنت. انا معايا الفيديو ده لحد دلوقتي محتفظ بيه، ومعايا الصور من المباراه ديت، يعني عمل اسبرنت، انا كنت ساعتها ناحيه اليمين كده، عمل اسبرنت من عند الدكه لحد عندي، اسبرنت ساب الملعب كله سابت جالي الدنيا انا. كلها. لان هو كان يعني كان بيحبني جدا، حتى اما انا كنت ببقى ماشي مثلا انا الدنيا بشكر وحشه طبعا شويه. زميلنا محمد طه اللي كان له دور كبير في الموضوع ده. محمد طه واحد من الناس اللي يعني متعاون معانا جدا في الموضوع ده. اتفضل. بس فكان بيحبني جدا، فحتى اما انا الدنيا مثلا كانت تبقى ملخبطه شويه يقول لي انا عارف ان انت مثلا بيبقى عليك ضغوطات ولا حاجه، انسى مثلا الفانس، انسى الجمهور، انسى الناس اللي حواليك، لا ركز انت، انت لعيب كبير، انت عارف انت بالنسبه لي ايه وبالنسبه للفرقه ايه، وانت مع الفرقه كلها دايما كلنا بنبقى واحد. ف كان دايما بيفوقني بصراحه، دايما دايما كان بيفوقك كان ودايما دايما بيقف معاك. كان دايما بيقف معايا، وكان المباراه مثلا كان مثلا